بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة دي المحاضرة 10 في تدريب مايكروسوفت وورد. احنا مخلصناش للأسف، ما عرفناش ان احنا نخلي المحتوى يبقى آخره النهاردة، هنشتغل يوم كمان زيادة وإن شاء الله هيبقى يوم الحد اللي جاي. هنشتغل إن شاء الله في بعض الحاجات المفيدة في برنامج مايكروسوفت وورد. أولها أنا كنت قلت لكم إن إحنا المفروض نتكلم في خصائص الصورة أو خيارات الصورة، إزاي نقدر نظبط أو نعدل شوية حاجات في البيكتشرز الصور. الحاجات دي ما كانتش شغالة عندي، لكن يعني حاولت إمبارح إن أنا أعدل شوية حاجات كده، ويعني في طريقة كده هنتكلم فيها بتوع الهندي إيه عشان يقدروا يشغلوا أو يقدروا شباب، انا يفتحوا عرفت اجيب خيارات هالخيارات الصورة. اه، كانت ما مش انا شغالة هي عندي، الفكره بقى ان انا هقول على طريقه ايه انا كانت مش شغالة فعلا عندي، بس بعدين عرفت انه انت لازم تحدد نقطة معينة في المستند وحتجيك. بتحدد. اه، بتحدد نقطه معينه. انا هقول طريقه دلوقتي وشوف يا استاذ علي كده، خليك معايا. إيه؟ يعني دي طريقه، دي تقريبا اللي اشتغلت معاك ولا لا؟ خلاص ان شاء انا الله. هفتح الوورد ملف، خليك معايا كده، هفتح ملف فاضي اهو، ونلغي صوره من الاول، نعمل انسيرت بيكتشر. طبعا الت ان عشان انسيرت، وبي علشان بيكتشرز. تمام، مايكروسوفت وورد دوكيومنت اديتور اكيد. من الاول الت ان بي انسيرت بيكتشر دايلوج. هروح اجيب صوره من الجهاز بتاعي. تمام. صورة من الجهاز. Local disk D. Items with P. Photos. Items. Enter name. وقفت على الصورة. Enter. آه، أنا دلوقتي واقف على الصورة بعمل جرافيك. جرافيك. أو بيقول لي جرافيك. لو عملت أبلكيشن مش هيجيب لي حاجة خاصة بالصورة. Cut on a new link. Create. Translate. A synonym. A smart look. A paragraph. Font. Paste. Off. Copy on. Cut on a new. مش أي حاجة خاصة بالصورة. Document. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل insert space عشان نفتح البراوز مود. واشوف في اي مكان كده. Graphic page 1. Graphic. او ممكن اعمل حرف graphic. G. Graphic. او واقف على الجرافيك. اهم حاجة بما انا واقف على الصورة. واعمل shift سهم تحت عشان احددها. Slash selected. او graphic. انا واقف على الصورة. تمام؟ وعشان اضمن ان انا محددها اعمل control shift سهم يمين. Slash selected. دي طريقة. Application. Cut, remove the selection and put format picture size format picture. أيوة make picture. أنا أعمل كده. Size and position. وأنت كده نفس الطريقة. أيوة، بس أنا حتى لو بدون البراوز مود تمشي معي، بس أهم شيء تحدد هذيك اللي يقول لك هو سلاش. البراوز مود ده عشان بس لو عملت جي يجيب لك جرافيك وأنت في أي مكان. أوكي، أيوة. عشان يعني بسرعة. Size and position. تمام. Size and position. يبقى كده جبنا خيارات إيه؟ خيارات الصورة. أول حاجة عندنا لما عملنا application عملنا سهم من فوق. Format cut remove the format picture. Format picture. تنسيق الصور. Enter. Document one word. Toolbar. Pane. Data grid. Effects 2-4. طبعا كل اللي موجود هنا إضافة تأثيرات ومؤثرات وحاجات على الصورة علشان يخلي شكلها جمالي أكتر. Chat data grid. Effects يعني effects مؤثرات. تاب shadow toggle button not shadow اللي هو يعني ظل او ضوء معين، يعني تلوين معين لامع، او يعني عايزين نقول ايه، نوع من انواع الالوان اللي بيدي اضاءه. خلينا نقول كده. تاب reflection toggle button reflection عكس الالوان او ما شابه يعني. Glow toggle button not pressed. Glow. Soft edges toggle button not pressed. Soft edges الزوايا مش حاده، زوايا مرنه. ده بيخلي الصوره بس عشان ما تبقاش مقطوعه شكلها بيبقى في المصورين دي شكل معين. تمام. Soft 3D format. 3D format اللي هو تنسيق بقى اللي فيه حاجات 3D او تنسيق الابعاد. كل الكلام ده اشكال جماليه. 3D rotation artistic effect. 3D rotation تدوير للصورة بس برضو في شيء جمال. Artistic effects toggle. Artistic effects يعني تأثيرات فيها طابع فني أكثر. Data grid
effects two. Microsoft. Pain. Document. Toolbar. Data grid. Document one word. Cut read format. Picture size and position. See more options for changing the size of your shape or picture. Sizing position. Sizing. حاجة ليها علاقة بإعادة ضبط الحجم مكان الصورة. Enter. Layout dialog height width rotate scale original size 13.33 tab cancel button tab control size tab selected. صفحات أول حاجة واقف عليها اسمها size. Absolute radio button checked off plus E. Absolute height edit selected 7.69. هنا بتحكم في الهايت في ارتفاع الصورة على النص. Layout dialog height width rotate scale original size 13.33 height 10 width. Absolute radio button focus checked alt plus the absolute width that it selected 5 point rotation edit alt plus rotation. Selected 0 degrees. هنا بقى في حد كان سألني على موضوع درجات. لما قلنا الصورة بتعمل كل ما بتعمل alt سهم يمين مثلا بتحرك الصورة بزاوية بمقدار كام؟ 15 درجة. بحيث لو عملت alt سهم يمين 12 مرة يبقى 12 في 15 ب 180 درجه يخلي الصوره upside down يعني يقلب الصوره راسا على عقب. يعني لو انت دلوقتي لو صورتك موجوده ودماغك فوق ورجلك تحت بشكل طبيعي لو انت بتصور صوره كامله rotation edit foot. انا كنت بقول ان موضوع الروتيشن او تدوير الصوره هنا بيمشي بالديجري بالدرجه. ف لو انا عملت الت سهم يمين وانا على الصوره من بره خالص الت سهم يمين كل الت سهم يمين بتزود بتلف الصوره بتعمل لها روتيشن 15 درجه. بحيث لو عملت 12 مره الت سهم يمين يخلي الصوره تلف ايه بزاويه 180 درجه. هنا بقى الايديت اللي قدامي ده بقدر اتحكم في الصوره درجه درجه من اول زيرو لحد 180 درجه فوق وتحت. يعني لو دلوقتي واقف على زيرو سهم تحت ماينس 1 ديجري نزلني بقى درجه ماينس يعني ودي صوره ناحيه الشمال تمام فوق 0 degrees تمام 1 degrees تمام 2 degrees بقدر احرك الصوره بالدرجه. لو قلنا عايز دقه اكتر من فكره ال عشان كان في حد سال عن الموضوع ده 0 degree تاب height edit all plus h selected 58% ده نسبه ارتفاع الصوره 58% برضه مش يعني مش حاجه مهمه قوي بالنسبه لنا. With edit all plus w selected 58% الاتساع بتاع الصوره من خلال النص. Log aspect ratio checkbox relative to original picture size checkbox check reset button l plus reset طبعا لو انت عديت في حاجات كتير وعايز ترجع للافتراضي تعمل reset. Okay can tab control size tab size انا هعمل سهم يمين كده position tab selected position وضع الصوره okay button can tab control أصلاً. Text wrapping tab. Text wrapping التفاف النص حوالين الصورة. Tab. In line with text radio, but. In line with text يعني تخلي الصورة والنص في نفس السطر. ماشيين مع نفس الخط يعني. Square radio button checked off. Square تخلي النص بيلتف على الصورة كأنه مربع كده حواليها يعني. Square. Type radio button checked off. Plus the radio button checked off. يعني بس through. Type the radio button. يعني من خلال كأن النص يعني بيخترق او بيعدي كده جوه الصوره شبه تمسك الاسترايك ثرو احنا كنا اتكلمنا فيه. Top and bottom radio button. Top and bottom فوق وتحت top and bottom فوق وتحت الصوره. Behind text radio button check. انا بقول لك الصوره behind text يعني الصوره عايزه تظهر كأنها خلف النص. In front of text radio. In front of text قدام النص. In line with text radio button. In line with text. نرجع تاني نفس ايه نفس الخط مع الصورة. Escape. A document one word. Set as default data grid. Document one word. Format. Size and position. See more options for changing. Layout. Tab control. Position tabs. Text wrapping tabs. Size tab selected. Position tabs. Size. نرجع تاني size يبقى تمام. Document. لكن في حاجة بقى مهمة في الصورة. Data document one word. عملنا application. عملنا سهم فوق. Size. Edit all text. Wrap text collapsed. Edit all text. Edit show the automatic image description. إن أنت تعدل على alt text. Last text طبعا لا مش غريب علينا احنا خدناه امبارح في الجداول اللي هو alternative text أو النص البديل اللي هو بيخلينا نعرف الصورة دي بتتكلم في ايه؟ الصورة دي بتدل على ايه؟
اللي هو الليبل او المعرف بتاع ده اللي بيفيد مين؟ بيفيد المكتوبين اللي عايزين يعرفوا وصف او مش وصف يعني مش بسميه وصف بس هو معرف خلينا نقول او ليبل. Wrap text collapse. Choose how your text wrapped. Insert caption. Label your picture insert or caption. Object. هي دي. Insert caption. اللي تحت كده edit. نقدر نعدل في الصورة. نعدل في الالت تست. في الالت تكست. لكن هنا بقى insert caption. تقدر تضيف caption. أو يعني معرف للصورة. Enter. Caption dialog options. Document page 1 figure 1. Document page 1 figure 1. أقدر هنا أكتب. الكابشن او اعمل تاب label combo box figure up plus تمام. M position combo box below selected up exclude label from caption new label but حد بس يا شباب بيقول لك ازاي تاني اطلع الخيارات دي يعني ايش تاني ازاي تجيب بحدد الصوره بس يعني انا ممكن اعمل عملت انسيرت سبيس دوت جست حرف جي عشان جرافيك وقفني على الصوره اللي انا عايزها تمام شيفت سهم تحت كده انت حددت الصوره ابلكيشن هيجيب معاك خيارات اوكي دي اسهل يعني طريق يبقى كده قلت له نيو ليبل نيو ليبل بتن فوكس دوت طبعا زي ما قلت اقدر اكتب في الكابشن من غير الكلام ده بس انا قلت يعني ناخد طريقتين فلو عملت انت نيو ليبل على نيو ليبل سبيس دايالوج اكتب بقى اديت اوت بلس ال بلانك الموضوع هنا يا شباب بكتب اسم مختصر يكون للصورة يعني مثلا يعني انا هفترض ان صورة بطاقتي صورة بطاقتي رقم القومي بتاعتي يبقى اكتب ايه Arabic Egypt ممكن تكتب على طول بطاقة هوية او صورة لبطاقة الهوية صورة space بطاقة space الهوية مربوطة بس يعني الموضوع مش عايزين نحط فيه اي description ولا اي حاجة الموضوع يعني كده حلو جدا الهويه اوكي بتن مش هعمل اوكي هعمل شيفت تاب ليبل دايالوج كانسل بتن تمام اوكي بتن انا هعمل لا الليبل هنا اعمل اوكي اعمل اوكي كابشن دايالوج اوبشنز دوكيمنت بيج هعمل اوكي تاني عشان اقفل الدايالوج ده عشان طبعا فرحت دايالوج جوه دايالوج شيفت تاب كلوز بتن تمام اوكي بتن اوتو كاب نمبرنج بتن انا بقى ايه اوتو كابشن button at number delete label button at new label طبعا delete. في delete label لو عايز اشيل الليبل ده new label exclude label from caption check position combo box below select ايه بقى المهم البوزيشن combo box ده خاص بوضع او المكان اللي انت عايز تحط فيه النص ده بالنسبه للصوره عندنا سامي تحت كده position combo box above selected item above selected item يعني فوق العنصر اللي انت حددته صورة يعني. ولا below selected item below selected item عايزه يتحط فوق الصورة ولا تحت الصورة طبعا ده متروك للمستخدم لو قلت له مثلا تحت الصورة above below selected item وعملت enter exclude delete number auto caption okay button Arabic Egypt document one word Microsoft Word document edit بصوا وضع بقى ازاي graphic English هذه الصورة سامي تحت صورة بطاقة الهوية صورة بطاقة الهوية نشر طبعا ممكن نحط شعار المؤسسة بالشكل ده يعني ممكن مثلا تكون صورة بتدل على شعار المؤسسة اللي بشتغل فيها فحط الصورة وبعد احط تحتها الليبل او الكابشن نقول شعار المؤسسة الفلانية طيب دي اهم الحاجات اللي حبيت اقولها في موضوع الصورة تعالوا ناخد حاجة بقى حلوة جميلة في الوورد اعتقد ممكن ان شاء الله نستفيد بيها كويس من قائمة English, United insert States. تعالوا بقى نشيل الصورة والحاجات blank. دي blank. تمام blank. ونفتح قائمة insert alt n ribbon tabs tab control expanding ونروح للميديا control سامي مين insert group tables grouping illustrate add-ins grouping media grouping media online video أول عنصر في الميديا اسمه online sources online video إيه أونلاين يعني نقدر إحنا نضيف فيديو للملف من على الإنترنت أيوة تعال نشوف إزاي enter insert video dialog please wait while we load video insert video window عشان أحمل لك الفيديوهات يا ترى يعمل إيه توقعين يعمل إيه
هو كده خلاص فتح قدامي. Pay token. Privacy policy link. Insert video document. Link privacy policy doc. اسمع بقى كده. اعمل control home. Insert video. حرف الاي. Search E2. Enter your search term. Text editable. اعمل ايه بقى عشان. فتح لي امكان انا اعمل سيرش في اليوتيوب عن الفيديو اللي انا عايزه. اعمل سبيس. كأني ابحث في اليوتيوب عادي. وهكتب مثلا how. الف. الف. اي حاجة بالعربية بالانجلش. نقول خلينا نقول مثلا ايه English جوز J A W S جوز واحد أربعة 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 Egypt ألف دكتور المحاضرة واحد واحد انتر واحد ما عملش سكيب طبعا سكيب هيخرجني بره الدايرة جوز 14 المحاضرة الأولى للأستاذ شهاب الدين جميل تيبل جافاسكريبت void 0 جوز 14 المحاضرة الأولى للأستاذ شهاب الدين جميل. لو عايز نتيجة تانية بدل السهم تحت. Oral pathology كيفية تثبيت ودفع Oral pathology جوز 14 المحاضرة. لو عندنا انتر مثلا المحاضرة الأولى دي بجوز 14 انتر. Selected document one word Microsoft Word document edit multi line. بصوا بعمل. Selected slash embedded object slash unselected. عمل لي embedded object كائن. Blank. ضف لي كائن خرجت بره البراوز مود خالص اهو embedded object في الفايل عباره عن ايه بلانك فايل عادي ولما بنزل تحت بلانك بلانك تمام بلانك في اوبجكت في كائن موجود blank. في بلانك 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 طبعا مفيش غير الكائن ده موجود فلو عملت براوز مود تاني بلانك 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 اوبجكت موجود يعني عملت not supported in this document not supported in blank 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 Black, black, Microsoft Word document, cut, copy, paste, define, pair, synopsis, link, new, con, cut, and Microsoft, blank, black, black, blank, blank, بس عايز اعمل blank, فوق كده enter, blank, blank, الموضوع واضح, insert space, browser, blank, embedded objects, انا دلوقتي واقف بالظبط عند ال embedded objects, سواء انت في البراوز مود او بره البراوز مود انا واقف على الامبيدد اوبجكت اللي هو شغال الفيديو المفروض لو عملت انتر هيفتح لي الفيديو على طول من اليوتيوب انا بقى مش عايز افتحه من اليوتيوب عايز اشغله على طول جوه صفحه الوورد اعمل ابلكيشن وانت على طول موقف على الاوبجكت كات كوبي بيست اب فوند باراجراف سمارت سينوب ترانس لينكر نيو كات دوكيومنت كويس امبيدد اوبجكت سلاش زي عملنا في الصوره برضه زي عملنا في الصوره الت كنترول سامي الت كنترول شيفت سامي مين حددته بتكلم على بتوع ال NVDA بتوع الجوز ممكن ما يلاقوش المشكلة دي Cut, remove, copy, paste, up, play video key Play video Play video هشتغلوا له عطوه وانا في مكان Enter Unknown Document, web video document Video اسمع هعمل play طبعا لو ممكن اعمل بي خفيفه watch later button تمام share button submit play button play enter بسم الله الرحمن الرحيم شغل على طول السلام عليكم وبركاته متابعينا الكرام اهلا ومرحبا بحضراتكم عايز سلايدر ستاتس بارد اقدر اتحكم بكل حاجه في الفيديو قدام الصفحه سلايدر 100 الثانيه سلاش الواحده button submenu المده قدام كل حاجه button unavailable submenu button unavailable video طبعا لو انا عملت انتر على طول من غير ما اعمل بلاي فيديو لو عملت انتر على الاوبجكت هيفتح لي يوتيوب على طول المتصفح فنعرف الفرق بين الاثنين document one word شهاب ده انا كنت بتسالك اعرف منين ان ده الفيديو اللي انا عايزاه قبل ما اختاره لو في لو انا عايز اعمل كده يعني لو مش متاكد ان ده الفيديو اللي عايز تدخله هو هو بيدور على اليوتيوب انا بكتب بالاسم انا بكتب بالاسم وبشغل الفيديو الاول عادي انا ممكن اشغله في اليوتيوب ازاي ما احنا جربنا من شويه مش احنا دلوقتي جربنا دخلنا جربنا الفيديو ودوس عليه انتر تمام انت عملت له سيلكت بس ما اشتغلش احنا انت قلت ان هو كده اتضاف على طول على الدوكيمنت لا انا ما عملتش انتر عليه بعد كده ما عملتش انتر انت فاهمني وبعد كده انت بتكتب بالاسم الفيديو اللي انت عايزه اصل انت دلوقتي هتضيف فيديو مش انت مش داخل تضيف فيديو عشوائي ما انا بقول لك هي بتقول لك هي عايزه تشغله قبل ما تحطه عشان تعرف هو ايه ما هو انت بتبقى داخل
الهدف من الموضوع ده مش انت تتفرج على فيديوهات، الهدف انت داخل عايز فيديو معين. اوكي بس هو هيشتغل، ما هو يعني احنا بس ممكن يعمل، انا عملت بلاي فيديو وفتحه لي من البرنامج من الوورد، لكن انت لو عملت انتر على الاوبجكت على طول هيشغل لك، هيفتحه لك يوتيوب من الصفحه كويب. ايوه بس الكلام ده بعد ما احنا اضفناه. ايوه تمام، انا فهمت. بس هو زي ما قلت لك الهدف من الموضوع مش ان انت تدخل تتفرج تحدد ده، هي دي الاجابه يا دانا. يبقى هو ما ينفعش اصلا ان انت يعني انت المفروض تبقي داخل عارف انت عايزه ايه، عارف عنوان فيديو داخل انا الفكر، هدف من الفكره دي ان انا داخل عايز فيديو محدد احطه في النص، انا مش هدخل اقول لا ده مش هو. طبعا بيجيب لك كل النتائج، بيجيب لك كل النتائج. هي مريم بتقول يعني انا لازم اكون عارف الفيديو قبل ما قبل اللي انا داخل احطه. ايوه هو بالظبط. طبعا طبعا في سيف ويدون سيف هاو ويدون سيف سبيس. و ركزوا معايا بقى في اللي جاي علشان ناخد حاجه ايه جديده. دوكيمنت وان وورد Alt N علشان insert ribbon tabs tab control control سهم يمين insert table illustrate add-ins group media grouping media Alt tab links grouping tab كمان bookmark كمان. cross reference كمان. comments header and footer collocation of the text group. انا بعد ما تقريبا كده انا هرجع bookmark link media group add-ins grouping my add-ins get add-ins illustration chart smart art shapes collab online pictures pictures tables grouping table collab pages blank page tech illust online shapes collabs smart art chart add-ins group my add-ins split get add get my wikipedia button font wikipedia my wikipedia button font and quote related information from wikipedia alt n a1 تقدر تستدعي معلومات معينه انت عايز تدور عنها، تدور حاجه معينه جوه الويكيبيديا وانت في الوورد، وفي اختيارات كويسه جدا. بس اللي هيبحث باللغه الانجليزيه بقى، اللي اللغه العربيه مش بيطلع نتائج دقيقه، مش بيطلع نتائج دقيقه. اغلب صفحات ويكيبيديا العربيه اساسا غلط إيه؟ فيها مشاكل كتير. اغلب صفحات ويكيبيديا العربي اصلا مش مفيده قوي، ومش هو الويكيبيديا نفسها برضو يعني مش حاجه موثوق فيها، لكن هو بيديك مقالات متخصصه في مجالات معينه ممكن تستفيد منها بشكل شخصي، يعني مش بشكل في البحث العلمي. ويكيبيديا button ويكيبيديا هعمل هنا انتر to open context box menu collapsed open context box ويكيبيديا document link فتح الويكيبيديا وفي سيرش I want to know editor. I want to know انا عايز اعرف اسمه كده I want to know space واكتب. طب انت عايز تعرف عن ايه؟ عربي انجليزي. اقول له سكرين ريدرز مثلا، S قراءات الشاشه C R E E N screen R E A D E R S واقول له سيرش سيرش بتاعه كده انتر جروبينج برضه مش هعمل اسكيب جروبينج فوكست اوبن كونتكست بوكس منيو كولابسد اوبن Open Wikipedia document loading. Auto search search in browser. No results found. Suggestions, sections, images, and footnotes. Out of list warning. Expand art list with 8 out CTX burning. Out of list link Wikipedia logo. قال بقى هجيب الحاجات اللي ممكن نعمل سيرش من خلالها. Button back. I want to know. Button search options. Sections. Images. أقسام وصور. References. ومراجع. A. Screen reader is a form of. هيبدأ بقى يجيب لي إيه حاجات عن screen readers، حاجات عن قارئ الشاشة، مقالات بقى. Screen reader is a form of. Link assistive technology left pairing. هيبدأ بقى يتكلم عن screen readers. AT right pairing that renders text and image content as speech or braille output. Screen readers are essential to people who are blink blind and are useful to people who are blink visually impaired. يبدأ بقى يعرف لك إيه السكرين ريدر. Blink learning disability dot screen blink software applications that blink display to their blink text to speech sound icons. ويبدأ يكلمك بقى في القصائص بتاعتها، في اشتغل بالtext to speech، في مش عارف ساوند، وطبعا مقالات دي وفي مقالات تانية تحتها. فحاجة كويسة اللي عايز يستفيد بيها الإمكانية موجودة في الوورد قلنا. Escape. Text to blink just blink text to speech. Blink, Braille, accessible.
Alt F4. Microsoft Word dialog. Want to save your? Don't save. Don't save. بنفتح فايل جديد. طيب. ده هبقى ادخل مثلا على فيسا وشيجيت او بنك المعرفة او حاجات زي كده. لا هو مش متاح غير ويكيبيديا. طيب ايه كمان تاني؟ تعال نتكلم بقى في خيارات الوورد علشان نلحق ناخد حاجات تانية بعد موضوع خيارات الوورد او الوورد اوبشنز. الوورد اوبشنز ليها كذا طريقة عشان افتحها بيها. عربي يعني انجلد اسهل حاجة Alt F عشان فايل و T عشان يفتح اوبشنز. Alt F اهو فايل ليست و T T وورد اوبشنز دايلوج. عايزين ناخد ابرز الحاجات اللي هي الحاجات المهمة اللي تساعدنا في موضوع الوورد اوبشنز. مبدئيا الوورد اوبشنز متقسمة لمجموعة من الصفحات. اول صفحة قدامي صفحة جنرال، فدي الخيارات العامة، دي الخيارات العامة. طيب نقدر نلغي فيها ايه ونخلي فيها ايه؟ تعال نشوف حاجات مهمة كده في الموضوع ده. تاب User interface options grouping. When using multiple displays grouping, optimize for best appearance radio button checked on. يبقى حاجة مرئية لو ما تكون فتحة شاشات متعددة اعمل ايه؟ اركز على ايه؟ optimize هو هنا واقف على optimize for best appearance، يعني يحاول يلائم للوصول الى افضل عرض، افضل مظهر للابيرنس. سامع ده؟ optimize for compatibility application. optimize for compatibility، compatibility اللي هي التوافق يعني. فنخليها التوافق علشان لو في اي حاجات مؤثره او في مؤثرات بصريه يعني ما تعطلناش. تاب show many toolbar and selection checkbox checked up. show many toolbar and selection لما تيجي تعمل تحليل يطلع لك زي شريط toolbar صغير كده، لا يقول لك في التحليل يطلع لك خيارات يعني خاصه بالselection. لو حابب تشيل ده اوكي برضو، علشان طبعا ده تشيك بوكس، لو عايز تلغي التعليم عليه تعمل سبيس وخلاص الموضوع خلص. تاب enable live preview checkbox check. دي بقى مهمه، دي بقى مهمه احنا نشيلها. Enable live preview. سامعين النطق كويس؟ Volume 100. Enable live preview. Enable live preview. تشغيل أو تفعيل live preview. إيه هو أصلاً live preview؟ Live preview يا شباب هو وضع المعاينة المباشر. تقول لك التول باي ده مش متوافق. الإيه؟ التول باي اللي أنت بتشرحها ده مش متوافق. لا مش فاكر مش متوقع. اه طبعا هو آه انت لو عايز تروح تقراها تقراها، بس انت اصلا عندك شورت كات وعندك اختيارات تانية، فمش محتاج انت تطلع، مش محتاج انه يطلع لك بشكل تلقائي تول بار فيه اختيارات. يعني كل الحاجات اللي فيه احنا نقدر نعملها بالشورت كات. نقدر، بس انت عندك شورت كات تقدر احسن لك بدل ما كل شويه يطلع لك شريط جديد وبتاع، ما يعني بلاش. اوكي enable live preview check. اللايف بريفيو ايه هو؟ اللايف بريفيو هو وضع معينة مباشر. انت مثلا دلوقتي بتستخدم الماوس، خد بالك استخدم الماوس، ورحت على صفحة من صفحات الريب وليكن مثلا يعني صفحة هوم، وعايز تقول له اعمل هنا بيست، اعمل لصق هنا. فلما تقرب بالماوس كده او بالتاتش باد وانت رايح تعمل بيست بالماوس، ها يجيب لك على الشاشة البيست لو اتعمل هيبقى شكله عامل ازاي، هيؤدي نتيجه عامله ازاي. طبعا احنا مش هنستفيد من الامكانيه دي، فاقول له ايه؟ سبيس نوت تشيك. نوت تشيك ده بالنسبه لللايف بريفيو او وضع المعاينه المباشر. تمام، احنا بنحاول نخفف الاداء شويه عشان البرنامج الناطق ما يبقاش فيه تهنيج او يبقى فيه مشكله. ابديت دوكيومنت كونتنت وايل دراجنج تشيك بوكس تشيك دوت لا مش هتاثر في حاجه انه يحدث معلومات او محتوى الملف كل ما تعمل دراج. Collapse the ribbon automatically checkbox not checked all plus. Collapse the ribbon automatically يعني لوحده بشكل تلقائي لما تيجي تفتح فايل يبدأ ان هو يقفل او يعمل طي او يعمل زي ما تقول ايه collapse اطي يعني للريبن. Screen tip style combo box show features. Screen tips style تلميحات الشاشة او النمط اللي هيظهر بيه تلميحات الشاشة. ليه بقى الحاجات اللي هو بيقول لك اعمل كذا كذا وان الكوبي بتعمل كذا والكت بتعمل كذا، التلميحات دي كلها. Show, don't show screen tips.
don't show screen tips ما تنزلش اصلا تلميحات show feature descriptions and screen tips ولا show feature description اظهر لي الوصف الرئيسي للتلميح don't show feature descriptions and screen don't show tab username edit all plus you should have username باسم المستخدم initials edit all plus I selected it word options مستخدم. grouping personalize your copy of Microsoft Office background مهم. combo box office theme yeah. combo box office intelligence services about intelligent service privacy statement link startup options grouping default programs button ده button ادوسنا عليه بيقول لنا او بيخلينا نشوف ايه الحاجات اللي نقدر نخلي الوورد فيها ديفولت ويفتحها تفتح ديفولت بالوورد ايه انواع الملفات اللي ممكن تفتح ديفولت ببرنامج ايه ببرنامج الوورد default programs تمام هيدخلني طبعا على سيتنج هنا ودخلني هنا على سيتنج عشان لو انا ويندوز 10 يعني عشان اروح اختار من ديفولت بروجرامز او ديفولت ابس الوورد يفتح ايه بالظبط في الانتدابات الملفات Tell me if Microsoft Word isn't the default program for viewing and open email attachments. Show the start screen when this application starts. Checkbox not checked all plus. احنا خدناه يمكن في اوائل الكورس التشيك بوكس ده اللي هو show start screen when start word يعني يشغل لي الشاشه الافتتاحيه او الابتدائيه او شاشه البدء مع بدايه كل ما افتح برنامج الوورد طبعا انا لغيت الكلام ده وهو ملغي دلوقتي هو نوت تشيك الناس عايز ترجعه اوكي تقدر تعمل تعلم على التشيك بوكس ده ريل تايم كولابوريشن اوبشنز جروبينج وين وركينج وذ اذرز طبعا احنا خدنا انه الوورد في الاصدارات الحديثه 2013 و16 و19 كده مهتم بفكره الكولابوريشن او المشاركه او التعاون بين الناس في الملفات ف بالاختيار ده مسؤول عن ايه انه اي تعديل تعمله في الملف انت شغال عليه دلوقتي لو الملف ده متشير يعمل ايه في التعديل اللي انت عملته اجريته When working with others I want to automatically share my changes combo box asks me focus collapsed دايما بيقول لك اسالني قبل او اللي هو واقف على ايه انه يسالك الوورد يسالك هل يسمح لباقي الناس اللي بتشتغل معاك ان هم يشوفوا التعديل ده ولا لا ولا سهم تحت always دايما خليهم يشوفوه never لا ما تخليهمش يشوفوه خالص ask me never اي تعديل ما تخليهمش يشوفوه always لا خليهم يشوفوه على طول دايما ask me او اسالني اذا انت التعديل اللي انت عملته ده عايز ان هو يتشير بين الناس ولا لا يبقى تكون الفكره واضحه show names on presence flags checkbox not okay button دي كده اول صفحه في الاوبشنز صفحه جدول cancel but categories list general 1 of 11 عمل سهم تحت display 2 of 11 display خيارات العرض نشوف ايه المهم فيها كده page disk show white space between pages in print layout view checkbox focus checked all plus في print layout view اللي هو عرض الطباعه بيظهر لك الوايت سبيس المسافات الزايده اه ولا لا Show highlighter marks checkbox. Show document tooltips on hover checkbox. Always show these formatting marks on the script spaces checkbox. Not checked off. Left paragraph marks checkbox. Hidden text checkbox. Not checked off. ده مهم. ال hidden text ده. فاكرين لما أخذنا hidden text أو زي تخفي نص أصلا من القائمة بتاعة الفونت كان في checkbox اسمه hidden وقلنا إن هو بنفعله بكنترول شيفت اتش وبنظهر النص تاني بكنترول شيفت 8 كنترول شيفت 8 هنا بقى التشيك بوكس ده خاص بايه بيقول لك هيدن تكست هيدن تكست تشيك بوكس فوكس نوت تشيك لو علمت عليه حتى لو انا عملت النص هيدن الام في دي هيقراه حتى لو هو نص هيدن الام في دي هيقدر ان هو يقراه تمام تمام optional hyphens checkbox not checked all plus التجزئه الاختياريه وكده object anchors checkbox check show off formatting marks checkbox printing options grouping اللي بعد الحاجات اللي هي مش محتاجه word checkbox print drawings created in word checkbox print background colors and image print document properties checkbox دي خاصه بالطباعه طبعا print document properties checkbox انا بقى يطبع خصائص الملف ولا يعني اسم المؤلف والحاجات اللي احنا ممكن نكتبها والاحصائيات والكلام ده كله التايتل وال author وال اسمه ايه ده التاجز وكل الحاجات دي يطبعها ولا يطبعها print hidden text checkbox not checked all plus x يطبع النصوص المخفيه ولا update fields before printing checkbox not update field update link data before okay button okay cancel button categories list
هي تاني صفحة. احنا ناخد الحاجات الأهم يا شباب عشان الدايره الكبير. Proofing, 3 of 11. Proofing الحاجات اللي ليها علاقة بتحسين الأداء في الوورد. صفحة تحسين الأداء اللي ليها علاقة بقى بالتدقيق الإملائي والنحوي والكلام. Ignore words that contain numbers checkbox checked off. Ignore internet and file addresses checkbox checked off. Plus flag repeated words checkbox checked off. Enforce accented uppercase and French checkbox suggest from main dictionary only checkbox custom dictionaries button out French modes combo Spanish when correcting spelling and grammar in word grouping. Check spelling as in type checkbox check mark grammar errors. Frequently confused words checkbox checked off. Frequently check grammar with spelling check. Show readability statistics checkbox not checked. Writing style combo box grammar collapse settings. Button check document button L plus exceptions for combo box document exceptions hide grammar errors in OK button. لا ما فيش حاجة مهمة نتكلم فيها. Categories list. سامع ده؟ Save for save بقى نركزوا على ده بسيف لأن ده مهم جدا جدا جدا. خيارات الحفظ. أنا اللي بعمله صفحة خيارات مش إن أنا بحفظ ملف أو إن أنا بعدل عمل، لا أنا بظبط حاجات تعيش مع الفايلات كلها اللي جاية تشتغل. فهنا صفحة حفظ دي أنا مش بحفظ بيها الملف الحالي، أنا بظبط فيها خيارات الحفظ بتاعت كل الملفات اللي جاية اللي هفتحها بما فيها الملف الحالي. أي ملف هعمله حفظ هيتطبق أي اللي أنا هعمله اللي جاية. تاب على save options save documents grouping save files in this format احفظ الملف بهذا التنسيق بهذا التنسيق او بهذا بهذه الصيغه يعني النسق save documents in this format احفظ الملفات اللي جاي والملف ده بالتنسيق ده ده كومبو بوكس. ايه بقى التنسيقات المتاحه؟ Word open document text left parent star dot dot strict open xml document left word 2003 xml document left parent star dot xml word xml document left parent star dot xml plain text left parent star dot text plain text نص بسيط جدا نص عادي من غير اي تنسيق يعني rich text format left rich text اللي هو rtf اللي هو ملف اللي بيشتغل ملف الوورد باد web page filtered web page star dot احفظه لي كملف html web page left parent star dot htm single file web page في HTM في HTML طبعا. Single file web page left parent star word 97 2003 template left parent star dot dot ده الوورد 97 2003 بس template يعني زي ما يكون قالب جاهز template جاهز فيه حاجات معينة word macro enable template left word macro ملف فيه أوامر macro عايز تحفظه بالشكل ده word template left parent star dot dot word 97 2003 document left parent star dot dot ده الصيغه القديمه او النسق القديم في الوورد اللي هو الدوت دوك مش الدوت دوكس وورد ماكرو انيبل دوت وورد دوكيومنت ليفت بارنت ستار دوت دوكس وده الامتداد الاساسي بتاع الوورد الجديد اللي هو دوت دوكس دي او سي اكس اوبن دوكيومنت ستريكت اوبن وورد تو ذا اوبن دوكيومنت وورد دوت وورد ماكرو وورد 90 وورد تمبلت ليفت اوبن دوكيومنت وورد 2003 وورد اكت وورد دوكيومنت ليفت بارنت هعمل تاب وركزوا. Save auto recovery information every checkbox checked off. Save auto recovery information every. إيه الموضوع ده معناه إيه؟ الوورد بيوفر لي طبعاً ده من زمان جداً في الوورد السيدي موجودة بيوفر إمكانية الأوتو سيف الحفظ التلقائي وبالتالي هو بيوفر إمكانية الأوتو ريستور أو الاستعادة التلقائية كمان للملفات. إن هو بيعمل أوتو سيف يقدر يعمل أوتو سيف ويقدر يعمل أوتو ريسيت يقدر يستعيد الملفات تاني لوحده تلقائيا. طيب ده تشيك بوكس خاص بإيه؟ ده مبدئيا يعني قبل أي حاجة تشيك بوكس ده Save auto recover information every check حفظ الحفظ التلقائي للمعلومات اللي أنت كتبتها في الملف يعمله كل قد إيه؟ يعمله كل مدة دورية قدرها قد ايه كل كام يعني الواحد حفظ تلقائي ده تشيك بوكس بتعلم عليه لازم تتاكد ان هو متعلم عليه عشان تتاكد ان الاوتو سيف شغال تاب minutes edit all plus I'm selected 10 minutes قال لك الوحده اللي هيقيس بيها هنا ايه الدقائق وثابت على 10 دقائق اقدر انزله عن كده طبعا اقدر 9 9 selected 8 7 6 5 4 3 2 1 دقيقه 1 يعني اقدر اخلي الوورد كل دقيقه يعمل لوحده حفظ تلقائي ايوه علشان ما تفقدش اي محتوى انت كتبته
لسبب أو لآخر الجهاز قفل، الورد هنج، الكهرباء قطعت، أي سبب دائما هيبقى فيه أوتو سيف. أنت مطمئن إن فيه أوتو سيف، فيه حفظ تلقائي شغال تمام. ستة تاب Word options grouping save documents grouping keep the last auto recovered version if I close without saving checkbox checked off blood. ده checkbox برضو مهم، بيقول لك ايه keep the last auto recovered version keep the last auto recovered version when I close without saving. قلت له لا ما تعمليش حفظ، مش عايز احفظ الملف. هل يحتفظ لك بالنسخ دي ولا لا؟ ده متعلم عليه. لو تفتكروا امبارح احنا دخلنا في مانج دوكيومنتس ولقينا الحاجات اللي هي محفوظه تمام، حاجات اللي هي الفولدر كده في الحاجات اللي انا لما قلت له ما تعملش حفظ هو حفظها برضه، حطها في مكان هو يعرف. Auto recover file location edit all plus are selected C users should have updated roaming Microsoft Word. سمعين المسار ده؟ المسار ده هو اللي بيتحفظ فيه الملفات اللي اتعمل لها اوتو سيف، حفظ تلقائي وانت خرجت من غير ما يعني من غير ما تعمل لها حفظ، الجهاز هنج مش عارف ايه بتاع ده. المسار ده مهم جدا، الناس عايزه تروح تستدعي الملفات بتاعتها. طب Word options grouping save documents grouping browse button L plus browse اقدر اغير في المسار ده كمان. Don't show the backstage when opening or saving files with keyboard shortcuts checkbox not checked off. ده تشيك بوكس مهم، اسمع تاني. Don't show the backstage don't show the backstage. ايه اولا الباكستيج؟ الباكستيج هي طريقه عرض معتمده من مايكروسوفت اوفيس 2013 لدايلوج الاوبن ودايلوج السيف. لما تيجي تفتح الاوبن، تفتح ملف موجود في الجهاز قصدي اوبن، بيفتح لك اوبن من خلال حاجه شاشه اسمها باكستيج، والسيف نفس الكلام. الباكستيج انا ما بحبهاش، شاشه يعني فيها محتويات كتير وانا عايز اوبن، عايز اعمل كنترول او زي زمان يجيب لي اوبن وافتح الملف يفتح معايا على طول، مش عايز بقى اسيس بي سي ومش عايز يعني. لما لو عملت اوبن انت هتلاقي ريسنت دوكيمنت وهتلاقي اختيار كتير جدا انت ممكن ما تكونش محتاجها اصلا. فالتشيك بوكس ده بيقول لك ايه؟ ما تظهرليش الباك ستيج لا في الاوبن ولا في السيف لو ضغطت على مفاتيح الاختصار اللي في الكيبورد، على الشورت كاتس اللي في الكيبورد. يعني اسمع تاني كده. Don't show the backstage when opening or saving files with keyboard shortcuts checkbox focus. لما اضغط على كيبورد شورت كاتس سواء كنترول او عشان اعمل اوبن او كنترول اس عشان اعمل سيف، ما تفتحليش الباكستيج. طبعا احنا قلنا طريقه ثانيه بنتفادى بيها الموضوع ده، انه اف 12 تيجي تعمل سيف اس تعمل اف 12 فيفتح لك السيف اس القديمه، دايلوج السيف القديم بتاعنا، وكنترول اف 12 يفتح لك دايلوج الاوبن ايه القديم. لكن انا ممكن هنا الغي فعلا موضوع الباك ستيج ده لو انا عايز اعلم عليه، اعمل تشيك سبيس تشيكت خلاص كده علمت انه ايه لما اعمل كنترول او كنترول اس مش هيفتح لي الباك ستيج. تاب شو اديشنال بليسز فور سيفنج ايفن اف ساين ان مي بي ريكوايرد تشيك بوكس تشيك دوت بلس اديشنال بليسز وان سيفنج. دي ممكن تتطلب ان انت تبقى عندك الوان درايف مثلا او تتصل بشبكه معينه عشان يقدر يتيح لك اماكن ثانيه للسيف. سيف تو كمبيوتر باي ديفولت تشيك بوكس نوت تشيكد اوت بلس ده تشيك بوكس لو علمت عليه هيسيف اي ملف انت بتعمله جوه الكمبيوتر. ديفولت لوكال فايل لوكيشن اديت اوت بلس اي سيلكتد سي يوزرز شي هاف دوكيومنتس. طب ايه المسار ده؟ ده المسار الافتراضي بتاع حفظ ملفاتك انت اللي انت عملت لها سيف بايدك. لما جيت تخرج او جيت تعمل اي ملف وقلت له سيف هنا، فهنا دي ايه من غير ما تختار اي مكان جديد، ده المكان الافتراضي اللي هو الدوكيومنتس عندك. Word options grouping save documents grouping browse. طبعا براوز لو عايز تغير المكان بتاع حفظ الملفات. Default personal templates location edit alt plus t blank. مش مهم ده. Word options grouping offline editing options for document management server files grouping learn more link. طبعا ده الاوفلاين اديتنج وورد اوبشنز مانجمنت قبل ما ترفع الحاجات على سيرفر معين بتشارك فيه ملفات مع ناس ثانيه. سيرفر درافتس لوكيشن اديت ريد اونلي نفس الكلام. وورد اوبشنز جروبينج بريزرف فيدلتي وين شيرينج ذس دوكيومنت كومبو بوكس دوكيومنت 1 كولابس دوت بلس دي بريزرف فيدلتي وين شيرينج ذس دوكيومنت ان ديت فونتس اند فايل تشيك بوكس اوكي بتن.
وكده خلص دايلوج السيف. language 5 language صفحه اللغه بقى عشان ناس كتير سالت على الموضوع ده وركزوا عشان الموضوع ده فيه اكتر من لغه نقدر نظبطه. تاب choose editing languages grouping editing language data grid editing language arabic egypt less هنا اللغه الافتراضيه للايديتنج للتحرير للكتابه. لما افتح الوورد عايز ايه اللغه الافتراضيه؟ انا هنا مختار عربي. طيب ده الايديتنج لانجويج. تاب data item row 1 proofing spelling grammar column 3 not installed link proofing tools not installed. اللغة الخاصة بالبروفينج تولز التحقيق الإملائي والنحوي والترجمة وكل الكلام ده. أنا طبعا لسه نازل أوفيس من كام ساعة فما نزلتش لسه الباكج بتاعة اللغة العربية، لكن لو مش عندك وده كويس نقدر ننزلها إزاي. not installed link focus proofing ده لينك بيقول لك not installed أنت مش مسطب اللغة العربية عندك. انتر فتح الفايرفوكس هو بس عايز اعلي شويه. تمام فتح على طول على صفحه في مايكروسوفت اسمها لانجويج اكسسوري باكس الحزم الخاصه باللغات اللي انت درست. طبعا هنا في الصفحه بتختار ايه؟ تختار اصدار الاوفيس اللي عندك واللغه اللي انت عايز تنزلها علشان ينزلك حزمتها كلها بقى حزمه اللانجويج اللي انت عايز تنزلها. فانا ممكن اقول لغه عربيه واقول له اوفيس 365 واقول له 64 فيرجن او 64 بت يعني يقدر يعمل داونلود من نفس الموقع. فايل انستول عادي فايل سيت دوكيومنت 1 وورد ان افيلبل وورد اوبشنز ديالوج سيت ذا اوفيس لانجويج بريفرنسز. ده يبقى ده لغه ايه؟ البروفنج لغه تحسين الاداء او لغه الحاجات اللي علاقه بالتحقيق الاملائي. نوت انستول لينك فوكس كوم اديتنج لانجويج داتا جريد اديتنج لانجويج عربيك ايتش داتا ايتم رو 1 بروفنج سبيلنج جرامر كولوم 3 الهجاء والنحو ده. Combo box add additional editing languages collapsed. تضيف من هنا بقى additional editing تضيف من هنا لغة جديدة إلى لغات اللي ممكن تكتب بيها editing. Tab. Let me know when I should download additional proofing tools. Checkbox checked. يعني عرفني. Me know when I should download. لو أنا لازم. Additional. أحمل لغة جديدة. للبروفينج ساعات لو بنعمل اف 6 واحنا فاتحين الوورد يقول لك خد بالك انت عندك ملف لغه عربيه ولازم تنزل ملف او تنزل حزمه اللغه العربيه عشان الدنيا تشتغل معاك كويس. فالتشيك بوكس ده بيتحكم في المساله دي بيعرفك ان انت لازم تنزل حزمه لغه جديده ولا لا. تاب choose display language grouping display language list display language choose display language. هنا بقى لغه العرض بتاعه الاوفيس لغه العرض عايز الاوفيس بانهي لغه القوائم والحاجات دي بانهي لغه. طبعا في انجليش ولو عايز تاخد عربي او اي لغه تانية بحر. فرنسي اي حاجه. move down button move down move down يعني تنزل اللغه اللي واقف عليها دلوقتي لتحت شويه عشان لو هي في الصداره يبقى تيجي مكانها لغه تانية يعني هي الافتراضيه. تاب help language list help language. help language لغه الهلب بتاعه الاوفيس عايزها تكون ايه؟ طبعا تقدر تختار help language help language في انجلش. فانت لو نزلت حزمه لغه عربيه هتلاقي اللغه العربيه هنا موجوده من ضمن خيارات الهلب لانجويج. move down button move down وفي برضه move down نفس اللي فاتت. get more display in help languages from office.com link وده لينك بيدخلك على ان انت تقدر تحمل حزم جديده للهلب لانجويج او للديسبلاي لانجويج لغة العرض أو لغة المساعدة. Okay, but cancel but categories. ده dialog language أو صفحة المساهمة تحت. Ease of access. Ease of access سهولة الوصول. تعال بص عليك إيه الحاجات اللي ممكن نعملها. Feedback up. Provide feedback with sound check. Provide feedback with sound. تخلي الأوفيس لما يعمل الحاجات أساسية طلع لك أصوات. صوت مثلا في لما لو عمل open ملف صوت لو عمل save. ده check box اللي عايز يعلم عليه. Provide feedback with animation check. Animation طلع كده عناصر يعني حاجات فيها تأثيرات حركية يعني حركة. Application display options grouping. Screen tip style combo box don't show feature description. نفس فكرة برضو screen tip اللي هي النمط بتاع تلميح الشاشة. Show shortcut keys and screen tips checkbox checked or plus H. Show shortcut keys لما يجيب لك تلميح الشاشة. يقول لك الشورت كاتس يعني مثلا لما يقول لك فورمات بينتر يقول لك كنترول شيفت سي كنترول شيفت في ولا لا يقول لك الشورت كات بتاعها لا وانت على الريبن
Show the start screen when this application starts checkbox. ده التشيك بوكس اللي كان موجود في جنرال اللي هو بتاع الستارت سكرين او شاشه البدء في مايكروسوفت وورد. هو هو. Document display options grouping. Expand all headings when opening a document. Expand all headings مش مهم. Okay button. Okay. ده تقريبا اهم حاجات في الاكسسبيليتي او في اليوز ايز اوف اكسس. سامع ده؟ Advanced 7 of 11. Advanced فيها حاجات كتير جدا وركزوا معايا في موضوع Advanced ده. الاختيارات او الخيارات المتقدمه. Tab. Editing options grouping. Typing replaces selected text check. Box check dot plus T. Typing replaces selected text. Typing replaces selected text. احنا لما بنيجي يا شباب نحدد نص معين او يبقى عندنا نص معين محدد في الوورد. لما بنكتب او حتى بنعمل سبيس ايه اللي بيحصل؟ التحديد كله بيروح بيتمسح لصالح الجديد اللي انا كتبته سواء حرف او اكتر. حتى سبيس هنا بقى تشيك بوكس بيقول لك ايه typing replaces selected text check box focus check dot plus t ده بيتعلم عليه بيقول لك انت لما هتكتب حاجه جديده هتكتب اي نص جديد وانت محدد نص هيستبدل النص اللي انت كتبته بالنص اللي كان موجود اصلا هيمسحه خالص وهيحتفظ باللي انت كتبته جديد لو انا قلت له لا not checked هيعمل ايه اي حاجه تكتبها هيكتبها قدام النص اللي متحدد يعني كانه هيزق النص المتحدد شويه لجوه لصالح انت تكتبه مش هيمسحه فاللي عايز يحتفظ بالاختيار ده يعني اوكي او اللي عايز يشيل التشيك بوكس ده برضه اوكي تاب مهم ده طبعا when selecting automatically select entire word checkbox check dot plus w مش مهم قوي ده allow text to be dragged and dropped checkbox check dot plus d use control plus click to follow hyperlink checkbox check dot plus h بل لازم تستخدم الماوس يعني اعمل كنترول وليفت كليك عشان يفتح لك انت عامله في الوورد automatically create drawing canvas when inserted use smart paragraph selection checkbox check dot plus use smart cursor checkbox use the insert key to control overtype mode checkbox use insert key to control overtype mode مبدئيا ايه هو الاوفر تايب مود وفي تشيك بوكس بعده كمان هو مرتبط بيه يوز اوفر تايب مود تشيك بوكس نوت تشيك اب اللي هو طبعا انا كنت شايف ان الترتيب هنا غلط المفروض يجيب اليوز يجيب الاوفر تايب مود الاول وبعد كده يوز انسرت فور كنترول اوفر تايب مود حاجه غريبه قوي ان هم يغلطوا لكن هو جايب الترتيب المنطقي المفروض بالظبط طب ايه هو الاوفر تايب مود الكتابه الفوقيه يعني ايه احنا دلوقتي لما أنا دلوقتي أكتب أحمد تمام؟ وجيت في نفس المكان أحمد عايز أكتب شهاب الطبيعي إن هو يعمل إيه؟ هيكتب شهاب وهيزق أحمد شوية لجوه بحيث تبقى إيه؟ شهاب بعدها أحمد لكن الأوفر تايب مود أحمد دي كم حرف؟ أربع حروف وشهاب كم حرف؟ أربع حروف فلما أكتب شهاب هيكتبها على أحمد يشيل كلمة أحمد دي خالص. كل لما أكتب حرف تمام في نفس سطر الحرف اللي موجود يشيل الحرف اللي موجود لصالح حرف جديد. دي بقى الأوفر تايب مود. اللي عايز بقى يستخدمها دي إمكانية متاحة في الوورد أوفر تايب مود. طيب. هي دي أنا مش عارف هي دي ليها أهمية أو فايدة. ممكن نستفيد بيها، ممكن أنت عايز تكتب مثلا حاجة مكان حاجة معينة. فالكلام موجود الكتاب الفوقي على الفلور use overtype mode checkbox focus not checked off فهي اصلا not checked يعني انت لازم تيجي تعلم عليها عشان تشتغل shift tab use the insert key to control overtype mode هنا بقى use insert key to control overtype mode الانسرت كي كلنا عارفينه اللي هو المفتاح الاساسي عند اغلبنا الام بي اي وحتى للجوز طيب تستخدم الانسرت كي ده عشان تكنترول overtype mode يعني مره تشغل اوفر تايب مود بانسرت ومره تقفله عندنا يعني بتقول مش هو بيعمل كده تلقائي هو لا مش تلقائي لا مش تلقائي انت بتشغل بتفعله هنا من هنا بس بتفعل الامكانيه انت تستخدمها لكن تلقائي انت بتشغل اوفر تايب مود بتشغله او تقفله طيب طب مفتاح انسرت ده مفتاح الاساسي عند اغلبنا في ال في دي اي قال لك هتدوس عليه مرتين عشان ينفذ الاوفر تايب مود لو انت علمت على التشيك بوكس هنا
وقلت له استخدم لي انسرت خليه لي هو الكنترول كي بالنسبه للاوفر تايب مود او المفتاح اللي بيتحكم في الاوفر تايب مود. Use overtime mode checkbox notch. تاب prompt to update style. مريم بتقول لك طب ما ينفعش اغيره خالص؟ تغير الانسرت؟ ينفع وهناخدها كمان شويه. ينفع هناخدها كمان شويه. Use normal style for bulleted or numbered lists checkbox not checked off plus use normal style. Use normal style for number or bulleted lists. يعني استخدم النمط اللي هو النورمال في موضوع انشاء القوائم المنقطة او الرقمية. Keep track of formatting checkbox. You keep track of formatting checkbox not check updating style to match selection. Enable click and type checkbox checked off plus default paragraph style combo box show auto complete suggestions checkbox checked. انا بعدي على الحاجات المهمة. Show auto complete suggestions. وانت بتعمل سيرش مثلا في الوورد يظهر لك او يشغل اصلا خاصية الاوتو كومبليت دي ولا او الاكمال التلقائي. خاصية الاكمال التلقائي انت مثلا عايز ايه؟ عايز تجيب نورمال فلما تكتب ان او يطلع لك نورمال. يستخدم الاختيار ده او الاداة دي ولا لا؟ Do not automatically hyperlink screenshot checkbox not a cursor movement grouping logical radio cursor visual selection automatically switch keyboard to match language of surrounding text checkbox checked off cut copy and paste grouping pasting within the same document combo box keep source formatting default collapse. ده بقى ايه موضوع البيست. اعمل ايه في البيست لما تعمل كنترول في؟ افتراضيا pasting within the same document combo box keep source لما تعمل بيست بيقول لك in the same document في نفس الملف اللي انت عملت منه كوبي keep source formatting يحتفظ بتنسيق المصدر اللي انت خدت منه. او انا دلوقتي طبعا بظبط في اختيارات الافتراضيه بتاعت البيست. Keep source formatting. Merge formatting. Merge formatting. يعمل merge ب أو دمج يعني بالفورمات اللي موجود أصلاً في النص اللي أنت اللي موجود اللي كان موجود اللي هو اللي أنت هتعمل عليه البيست. Keep text only. Keep text only يعني ينزل لك التكست بس من غير تنسيق. Keep source formatting. ورجعنا keep source formatting. طبعاً خدنا كلام قبل كده بس هنا. الموضوع ده بيتحكم في الافتراضي عايز لما تعمل بيست بعدين في اي ملف يتحكم يتصرف ازاي. Pasting between documents combo box keep source. طب ده pasting between documents لو انت خدت بيست او خدت كوبي من ملف عايز تعمل بيست في ملف تاني يتصرف ازاي برضه نفس الاختيارات. Pasting between documents when style definitions conflict combo box use destination styles default. هنا بقى لو في اختلاف في الستايل لو في هنا ستايل مثلا انت بتشتغل بستايل نورمال وجبت له بيست وجبت له كوبي من ستايل تاني مثلا هيدنج او حاجه يتصرف ازاي. Pasting from other programs combo box keep source formatting. Pasting from other programs الناس اللي بتجيب حاجات من الانترنت مثلا برامج تانية غير الوورد يتصرف فيها ازاي في البيست. Insert slash paste pictures as combo box in line with text collapse dot plus i. مسألة بقى لصق او البيست بتاع الصور keep bullets and numbers when pasting text with keep text only option checkbox checked off plus m. ان انت لما تعمل لما تقول له شهاب انسخ لي اتفضل بس انا عندي ملاحظه ما اعرف انت قلتها ولا لا. انا ممكن اجيب اي صوره من اي مكان واعملها بيست في الوورد حتيجي على طول من غير انسرت. من غير انسرت طبعا ما هو ده الاختيار ده بيتحكم في الموضوع. أيوة ده ايوه انا اتذكرت لما سمعتك تحكي الخيار هذا اتذكرت انه ممكن حتى يعني في الاوتلوك وفي الاوفيس في الوورد ممكن نجيب مثلا بدل ما نروح انسرت لو كنا احنا عارفين مكان الصوره بسرعه ممكن نجيبها كوبي وبيست في الوورد لانها اوبجكت يعني كائن. ايوه ايوه لانها اوبجكت. مريم كانت بتسالك هي دي نفس القائمه اللي بتيجي لما بنعمل كوبي وبيست؟ لا القائمه بتيجي لما بتعمل لما بعمل بيست دي قائمه موقف بتقول لي اعمل ايه دلوقتي في البيست ده لكن انا دلوقتي بالظبط انما دي بتخليك تظبط بيها الاختيارات الافتراضيه في كل الفايلات اللي جايه بما فيها الفايل ده طبعا. طيب دلوقتي دي خيارات الوورد بتحكم في كل حاجه في الوورد من اساس الوورد بقى نفسه مش بتكلم في فايل واحد. insert slash paste pictures as combo box in line with text focus clip insert at احنا قلناها دي keep bullets and numbers when paste. هنا بقى لما التشيك بوكس ده اللي هو keep bullets and numbers ده خاص بايه؟ ان انت لما تقول له اعمل paste للتكست بس هل يعتبر انه الترقيم والتنقيط البولتس والنمبر جزء من التكست ولا لا؟ عشان نعمله paste او مع التكست او لا؟
Add control characters and cut and copy checkbox not checked all plus C. Add control characters للحروف الغير قابلة للحروف غير مطبوعة يعني. Use the insert key for paste checkbox not checked all plus U. Use insert key for paste. تستخدم المفتاح الانسرت في عملية البيست. وانت واقف كده تعمل insert هيعمل paste. طبعا لو انت ايه use the insert key for paste checkbox not checked. وانت معلم على checkbox ده طبعا في الحالة دي هتعمل insert مرتين عشان ال NVDA. Show paste options button when content is pasted checkbox checked all plus O. Use smart cut and paste checkbox checked all settings. Button L when printing this document. Combo box document 1 collapsed all image size and quality grouping. Discard editing data checkbox do not compress images and file checkbox not checked all. بقى checkbox بيقول لك ما تضغطش الصور لما تحطها في فايل وورد. يعني ما تضغطليش حجم الصورة وكده وانت لما تحطها في فايل وورد. وده مش متعلم عليه. لو عايز لو مهتم تعمل الموضوع ده اتعلم عليه من هنا. Default resolution combo box 220p collapsed. وهنا default resolution بتاعت الصور اللي انت بتضيفها للملف. The current document. اللي هي الـ الـ الجودة الافتراضية يعني للصورة. Image current document combo box document chart grouping. Properties follow show document content group show text wrap within the document window checkbox not show picture placeholders checkbox not show drawings and text show control characters checkbox في رأيي مش هتفيدنا قوي ان انا بعدي ده كله show bookmarks checkbox not checked off show bookmarks checkbox not checked. الناس اللي سألت على موضوع bookmarks الاشارات المرجعية اقول لك يعني ايه control character الحروف غير القابلة للطباعة الحروف غير يعني الحروف الغير مطبوعة اللي ما نقدرش نكتبها بالكيبورد هي جاوبت اللي هي زي مثلا كوبي رايت ايه في حد جاوبها الحروف اللي هي فصل الصفحه و... لا الحروف اللي ما اقدرش اطبعها في اشياء صح ما تكون مطبوعه علامه الكوبي رايت علامه التريد مارك صح تمام شو بوك ماركس تشيك بوكس فوكس انا بعد تشيك بوكس شو بوك ماركس يعني يظهر لك في الملف بتاع الوورد علامات البوك ماركس لو عايز مهتم بالموضوع ده تظهره تعمل سبيس كده اي بوك مارك هتعمله هتبقى ظاهره ليها علامه موجوده مرئيه في الملف show text boundaries checkbox not checked all plus يعني هو ده التشيك بوكس مش بيشغل بوك ماركس او لا هو بيظهر لك العلامات بتاعه البوك ماركس في الملف show crop marks checkbox show field codes instead of their field shading combo box diacritics month names combo box arrow diacritics checkbox checked all plus يظهر التشكيل ولا لا use this color for diacritics checkbox not checked تشكيل بالوان معينه use draft font in draft and outline document view grouping right to left radio button checked all هنا بقى الاتجاه بتاع النص الافتراضي بقى الافتراضي right to left للناس اللي عايز الاوفيس عربي left to right radio يعني يشتغل في النصوص العربيه افتراضيه left to right radio ولا left to right ده بقى ليه علاقه باتجاه الكتابه زي ما قلنا اتجاه الكتابه بتاع النص فهنا عندي افتراضيه ايه right to left عشان لو عندك المشكله دي تعرف تحلها منين منين document view grouping اول حاجه في الدوكيمنت فيو ده use fonts that are stored on the printer checkbox font substitution but expand all headings when show this number of recent documents at all plus are selected 50 عدد الملفات اللي بيحتفظ بيهم الوورد في ريسنت دوكيمنت في الملفات الاخيره اللي تم فتحها في الوورد وورد اوبشنز جروبينج ديسبلاي جروبينج كويكلي اكسس ذس نمبر اوف ريسنت دوكيمنتس تشيك بوكس نوت شو ذس نمبر اوف ان بين ريسنت فولدرز اديت اول بلس وورد اوبشنز جروب شو ميجرمنتس اند يونتس ستايل اريا بيك وورد اوبشنز شو ميجرمنتس اند يونتس شو ميجرمنتس اند يونتس اوف كومبو بوكس اند شيز كولابس يظهر لك وحده القياس بناء على ايه انت عايز تخلي الوورد افتراضيا يستخدم عندي وحده قياس طبعا هو واقف على الانش او البوص ده طبعا انشز سنتيمترز تختار السنتيمتر مليمترز او المليمتر بوينتس او البوينتس النقاط وقلنا النقطه هي بتمثل قد ايه قلنا البوصه عباره عن 72 نقطه مليمتر سنتيمتر انشز فخلينا افتراضي على الانشز او الباكيز انشز بوصه ستايل اريا بين ويدث اند ستايل اريا وورد اوبشنز جروبينج ديسبلاي جروبينج Show pixels for HTML features. Show shortcut keys and screen tips. Checkbox checkbox plus. ده برضو checkbox تاني يخص shortcut keys. شفناه في ease of access. شرحناه قبل كده. Show horizontal scroll bar checkbox. Show vertical left scroll bar. Show vertical rule. Show right ruler and optimize character. Disable hardware graphics. Update document content while dragging. Use the pixel positioning to show pop-up buttons for arrows. Print grouping. Use draft quality to print in background print pages. طبعا ده دايلوج طويل جدا
خيارات كثيره جدا في حاجات كتير XML text print field codes allow fields contain هي الحاجات دي يا شباب كلها مش مهمه ولا انت عشان عامل الوقت بتحاول لا هي معظمها ترى على الديفولت تكون اوكي يعني بعضها تتغير لحالات معينه وبعضها انا شايف الحاجات دي كلها مش مهمه يعني ظبطها طبعا حسب الموقع يعني حسب المواقف اللي اتعرض لها بس انا بشوف ان ده كله حاجات يعني ظبط في اشكال واعدادات شكليه وحاجات ليها علاقه بتطبع ايه وما تطبعش ايه اي كثير حاجات ممكن نعملها احنا من بره ومش هتاثر في الاداء قوي بالنسبه لي print on back of the sheet for duplex printing checkbox not checked off scale content for 4 or 8.5 x11 default tray combo box when printing this document combo box document one click when printing this document print only the data from a form checkbox not save grouping prompt before saving always create backup copy checkbox not checked off ده مهم انه دايما لما يجي يعمل سيف يعمل backup copy يعني اي ملف انت بتستخدمه في الوورد عايز الوورد يعمل لوحده كده نسخه احتياطيه للملف لو على انت هتشيك بوكس ده هيعمل كده copy remotely stored files onto your computer and update the allow background saves check preserve save grouping preserve fidelity when shared preserve fidelity embed linguistic data general grouping confirm file format conversion on open checkbox not checked off update automatic links at open allow opening document in draft view check show add a user mailing address at word options grouping file locations button web options layout off layout off adjust line allow hyphen balance svs convert back don't send exact line don't expand cap don't use h draw underline suppress x suppress x use line breaking rule use word 2013 rules for hyphenation compatibility options for combo box document one collapsed off okay button okay الحمد لله خلص زالوا بالادفانس cancel categories list ركزوا معايا بقى في اللي جاي علشان جاي مهم Customize ribbon 8 of 11. الناس اللي سألت عن ازاي يغير محتوى الريبن نفسه. هل اقدر اغير في محتوى الريبن؟ هل اقدر اضيف صفحة جديدة جنب صفحة هوم؟ هل اقدر اضيف في صفحة هوم نفسها مجموعة جديدة جروبنج جديد الحركة عليه كنترول سهم يمين كنترول سهم شمال؟ طب هل اقدر اضيف عنصر جوه مجموعة؟ اقدر اشيل عنصر من مجموعة؟ اقدر اغير في شورت كات موجود او اقدر اضيف انا بايدي شورت كات لحاجه ملهاش اصلا شورت كات تقدر تعمل ده كله ازاي تعال نشوف الكلام ده تاب choose commands from combo box popular commands collapse choose commands اختار الكوماند او الامر اللي انت عايز تنفذه منين انا بيقول لك popular commands اللي هي الحاجات الشائعه popular commands ولا commands not in the ribbon commands on the ribbon حاجات مش موجوده اصلا او مش موجوده في الريبن اصلا all commands ولا all commands macros ولا macros حاجات انت عملت لها ماكرو قبل كده عايز تظبط لها تحطها في الريبن file tab طبعا دخلك هنا على التابات على التابات بتاعت ايه التابات اللي موجوده في الريبن all tabs main tabs tool tabs custom tabs and popular commands اقدر مثلا اروح اقول له ايه commands not in the ribbon commands مش موجوده اصلا في الريبن تاب available commands list review level 1 about زي ايه بقى الكوماندز عندك about accept slash region change it. account settings level 1 yeah, actions settings. option activate object left activate audit add level add to favorite add slash ring address book adjustments and adjust mark advanced dot advanced layout left على commands مش موجود align bottom left align objects level 1 align top level alignment level 1 all caps level 1 allow multiple pages left all text level 1 alt text عايز مثلا ايه اضيف alt text لصوره مثلا نص بديل او حاجه tab customize button alt plus t add greater than في greater customize. than alt plus في add customize the ribbon combo box main tabs collapse هنا بقى بقدر اختار التابه اللي انا عايز اضيف فيها الامر ده main tabs عايز اضيفها فين tool tabs all tabs main tabs All tool main tab all tabs tool tabs all main tabs في المين تابس ribbon كده preview. home expanded level عايز اقول له ضيفها لي في صفحه هوم level 2 clipboard front collapsed clipboard collapsed level 1 home expanded صفحه الهوم لو عملت كده سهم شمال collapsed بنزل تحت insert collapsed عايز اضيفها في insert design collapsed design انا عايز اضيفها اقول له ضيفها لي في هوم home collapsed level واقف عند هوم واعمل سهم يمين expanded طب عايز اضيفها في اي مجموعه جوه صفحه الهوم جوه الجروبنج او المجموعه بتاعه الكليب بورد
Level 2 clipboard collapsed. ولا جوه. Front collapsed level 2. ولا قدام الكليبورد نفسها. Paragraph collapsed level. ولا في مجموعة التنسيقات. Front collapsed. ولا font. الخط. مجموعة الفقرات. Paragraph. ولا الخط. A styles collapsed level. ولا مجموعة الأنماط. Editing collapsed. ولا editing. أقول له مثلا يعني. Level 1 editing. Level 2 editing collapsed. Expanded. يعني مين؟ Level 3 find and select collapsed. Find and select. Replace. أقول له مثلا عند replace هنا. New tab button up plus W. قال لي new tab. أنت تحب تعمل تابة جديدة لفكرة الالت تكست. New group button out plus N. ولا تحب تعمل new group مجموعة جديدة جوه تاب معينة. Reset collapse E. Reset طبعا collapse. في reset هنا. عشان أي تعديل وأي لعبة تعمله تقدر تعمل reset لأي حاجة. Import slash export collapse P. تقدر تعمل export واكسبورت للشغل اللي أنت بتعمله دلوقتي. Okay button. Okay وكنسل. Cancel. بس في حاجة تانية مهمة. Categories list. Customize ribbon 8 of 11. Choose commands from combo box. Available commands list review. Level 1 all customize. Add greater than greater than customize. Button customize keyboard dialog. Specify a command. Specify keyboard sequence description. Add a digit. اسمع بقى كلام مهم. عملت سبيس على customize. Command categories list file tab. عندي جايب لي هنا كل التابات اللي انا موجوده blog عندي في tab. Insert tab blog post insert print preview outline insert. وحاجات بقى تفاصيل ومجموعات فرعيه موجوده جوه الريبل او حتى مش موجوده وعندي كوماندز مجموعه من الاوامر سواء ليها اختصار شورت كات او ملهاش اختصار. Create table block from cell grading sentence insert chart insert chart 2 insert 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 مثلا لو قلنا له create table create table انشاء جدول tab current keys install plus u current keys المفاتيح دلوقتي بتعمل جدول لو انا ضغطتها تعمل جدول tab press new shortcut key edit alt plus and blank الادت ده مهم جدا تضغط اي شورت كات كي فيه على طول وتعمل اوكي لما تعمل اي لما تعمل شورت كات كي ده من بره في اي ملف في الوورد هيعمل ايه هيفتح هينشئ جدول جديد تمام شورت كات كي عشان الناس ما تتلخبطش ارجع كده هلا create table اعمل حاجه مثلا شورت كات اغير شورت كات موجود طبعا سي create C create table عايز اقول مثلا create grading sentence O create grading كتير جدا موجوده قدام table text to table table insert Japanese create table create current keys current keys command list create grading insert Arabic English copy. C create table O grading insert text to table create table category close but category print pre insert tab اقدر اقول له الكوبي فين الكوبي في صفحه هوم تمام file tab blog in print outline conflict home tab هوم يبقى عندي صفحه هوم واعمل تاب command list bold اقول له كوبي او copy format ده كوبي فورمات سامع تحت create decrease default deep copy clear off what char scale center patch copy format create table decrease in default this e2 edit paste edit paste spec edit edit special font color font color format ممكن مثلا ممكن نخليها في copy format increase insert c cancel highlight mode center char scale center paragraph center para دي بتيجي بايه كنترول اي اقدر اغيرها واقف عند السنتر اهو tab current keys list Control plus E. قال لي Control E. Tab. Press new shortcut key. Edit alt plus. دخل لي بقى الشورت كات الجديدة اللي انت عايز تعملها. وتاب تاني. Customize keyboard dialog. Specify a command. Save changes in. Save changes in. Combo. عايز التغيير اللي هتعمله ده دلوقتي. يتطبق على ايه? Save changes in combo box normal dot dot and focus dot plus view. النورمال القلب الأساسي بتاع الوورد. هيطبق ده افتراضي. وفي كلوز طبعا عشان ما عملش أي حاجة فهعمل escape. Document one word unavailable. ونخرج word options. من options. بس في بقى حاجة مهمة جدا في الفايل تاب. Available customize. محتاجين إن احنا ناخدها. Customize the ribbon copy. قبل ما نقفل النهاردة لو أنتوا عايزين تقفلوا أو تكملوا بقى براحتكم. Customize the ribbon combo box. في بقى حاجة. Main tabs.
Alt Tab Customize Microsoft Word. نخرج كده خالص هعمل Alt F تاني فايل. عشان سألته عليه ولازم ناخدها حاجة سريعة عن كده. فكرة Export أنت إزاي تقدر تعمل Export لما. طبعا فكرة Save أو حفظ الملف دي سهلة جدا نعدي عليها برضو مرة. Save درجة Save هنا على الباك ستيج اللي احنا قلنا عليه من شويه. هنلاقي شويه يعني مش معقد بس في اختيارات كتير مش زي احنا متعودين عليه. مثلا انا دلوقتي واقف على السيف لو عملت تاب كده recent tab selected recent alt f انت عايز تعمل حفظ دلوقتي قدامك الريسنت تاب الاماكن المؤخره اللي انت رحتها في رحت منها فايلات في الوورد ولا عايز تعمل حفظ في الون درايف. لو انت داخل على الون درايف لو انت مشترك هنا في الون درايف او زيس بي سي تحفظ الملف ده جوه زيس بي سي هذا الكمبيوتر او تضيف بليس جديد مكان جديد هنا براوز بقى لو عملتها دوس سبيس هنا كده على براوز طلع ده لو سيب سيب از بتاعنا احنا اللي احنا عارفينه اللي هو الفايل نيم والسيب از تايب النوع ال او التنسيق او النسخ بتاع الملف اللي عايز تحفظ بيه الملف اعمل اند هنا كده expanded save as word 90 word temp open document strict open open strict word 2 word xml plain rich text web انا بدور الناس على pdf اللي هي اختصار لبورتابل دوكيمنت فورمات موجوده هنا اهي انا كنت هديها لكم من اكسبورت اقدر اعمل اكسبورت لاي فايل برضو من قائمه فايل اقدر اعمل اكسبورت لاي ملف او تصدير يعني عشان اختار بي دي اف فايل بس هي موجوده في قائمه سيف ومش محتاجين ناخدها في الاكسبورت. طيب تاب هايد فولدرز بتن تولز تول بار سيف بتن اند بلس اس ده زرار ده دوست عليه يعمل سيف على طول للملف وتاب تاني كانسل يلغي ابان تول بار تول ادريس دوكيومنتس تول بار ده المكان اللي هيعمل فيه الحفظ الدوكيومنتس لو عايز اغير طبعا المكان ده تاب هنا بقى اقدر اغير المكان بتاع الحفظ اروح لاي مكان عايز احفظ فيه الملف الحالي الملف الحالي اس بي سي مثلا في الدي تمام في الدي عندي اقدر اهو كده وارجع اقول له ارجع شيفت تاب طبعا اقول له سيف احفظ هذا الملف. عندكم سؤالات لحاجات تانية؟ ممكن مثلا نقول البيج نمبرينج كانوا بيسالوك عن الفرق بين السيف والاكسبورت يعني هل في اشياء اضافيه ولا لا. الاكسبورت ما فيهوش الاكسبورت هو بس بيديك اختيار انت تبقى تصدر الملف بي دي اف او اكس بي اس او يا اما بي دي اف يا اما اكس بي اس. ما بتقول لو عملت اكسبورت في اسئله تقريبا على فكره جميل انا احب طريقه الاكسبورت للبي دي اف من الوورد لانها بتكون اكسسبل. الميزه فيها ان انت الملف غير قابل لاي تعديل ايوه ما يتاثر اللي هو فيه ستايل باي شيء خلاص التنسيق عشان الناس تبقى عارفه البي دي اف احنا ليه بنسيف الفايل بي دي اف. انت دلوقتي معاك رساله عايز تروح تطبعها عند اي طبعه لو انت خدت الفايل وورد زي ما هو تنسيقه هيتغير وهتلاقي اللي فوق تحت واللي تحت بقى فوق. ايوه بس لو حفظته بي دي اف هيكون زي ما هو بي دي اف مفيش اي تعديل هيحصل خلاص. جالاكسي جي 7 برو بتقول لك ما تنساش تبعت اداه تفعيل الاوفيس و وده انا كنت بتسال السيف احسن ولا ولا الاكسبورت. خلاص هذه هو جاوب احنا قلنا الموضوع ده اداه تفعيل السيف بيدي صيغ اكتر. طيب انت ممكن تعطينا الترقيم ويلا اخر حاجه عشان ناخذ الترقيم ترقيم الصفحات ترقيم الصفحات او البيج نمبر من قائمه انسيرت اقدر ارقم اي ملف انا عايز اشتغل عليه. طبعا في رسائل علميه يقول لك لازم ترقم الصفحات وفي ملفات كتير حتى في الشغل يقول لك لا اعمل الملف ده مرقم الصفحات صفحات مترقمه وبشكل معين. ازاي نقدر نعمل ده؟ نقدر ندخل على قائمه انسيرت الت ان وبعدين ان او ان يو عشان اجيب بيج نمبر ان بوب بيج كولابس دخلت على طول بيج نمبر تعال نجيبها من بره كده عشان الناس تفهمها. Ribbon tabs tab control expanded insert tabs insert tab kida page tables pages group tab illustrate online shapes smart chart screenshot add-ins my add wildcard media group links group
symbol collapse. هاي بقى المرة الجاية فضلنا في insert بس header وفوتر. لكن نروح للبيج لي اوت بقى نعرف فيها حاجة كتير. Photo page number collapse number the pages. أي alt سهم تحت. Top page collapse. عندي بقى بيسألك سؤال. تخيلي يعني أنت عايز تحط رقم الصفحة فين؟ أعلى الصفحة top of page ولا سهم تحت كده؟ Bottom of page ولا page margins collapse. Page margins في مكان الهوامش بتاع الصفحة. Current position collapse. ولا في current position في المكان الحالي اللي أنت واقف فيه. طبعا اشهر حاجتين التوب والباتوم اعلى الصفحه واسفل الصفحه. طب اقول له توب اوف بيج مثلا عايز احط الرقم ده في اعلى الصفحه انتر. توب اوف بيج ليست سمبل جروب. قدامي لسته يا شباب. اللسته دي محتاجين نعرف محتوياتها ايه كده عشان نبقى فاهمين ايه الفرق بين كل نوع ترقيم والنوع التاني. اول حاجه نمبر 1 نوت سيلكتد نمبر وذ نو فورماتنج اور اكسنس 1 اوف 25 بلين نمبر 1. بلين كلمه عايزين نقول ايه بمعنى مثلا نص ما فيهوش اي تنسيقات خالص رقم كده من غير اي تنسيقات ولا اي اشكال رقم صافي بيور مش عليه اي حاجه رقم بسيط نقدر نقول يعني رقم بسيط plain number one يعني ده نوع plain number one النوع رقم واحد في وضع الأرقام أو في أنماط الأرقام بنقدر نضيفها على الصفحات plain number one وده دائما بيبقى المحاذاة بتاعته ناحية الشمال يعني يبقى فوق على الشمال في الليفت في الجهة اليسرى العليا من الملف سهم ده plane number 2 not selected number with no formatting or access 2 of 25 plane number 2 برضو رقم بسيط من غير تنسيقات بس المحاذاه بتاعته فين في الوسط تمام يعني فوق في وسط في وسط ايه الصفحه وسط الملف كده فوق طيب plane number 3 not plane number 3 برضو ما فيهوش اي تنسيق التنسيق الرقم من غير تنسيق برضو رقم بسيط ولكن المحاذاة بتاعته ايه؟ right. يبقى اول ثلاث حاجات ارقام بسيطة ولكن في اختلاف في المحاذاة. في اختلاف في المحاذاة. واحد فوق شمال واحد فوق في النص واحد فوق واحد فوق في اليمين. ولو دخلت على bottom of page برضو هلاقي نفس التنسيقات دي بس هتحط فين؟ في اسفل الصفحة مش فعلا صح. طيب ايه تاني؟ سامع ده؟ page x grouping. Accent bar 1 not selected number with page label and accent bar 4 of 25 هنا بقى number with page label يعني النمبر رقم الصفحة مع الاكسنت بار زي أشرطة كده حوالين الرقم أشكال معينة accent bar 2 not selected number with page label and accent bar 5 of 25 برضو المحاذاة هنا برضو المحاذاة كل حاجة ليها ثلاث أشكال واحد أول حاجة المحاذاة في الشمال وتاني حاجة الرقم المحاذاة في الوسط وثالث حاجه page x of y grouping bold numbers one not selected bold numbers one رقم او تنسيق ارقام بخط bold بخط سميك page x of y grouping bold numbers one not selected bold page number and total number of pages 6 of 25 bold page number and total of pages يعني ده هيجيب لك الرقم بتاع كل صفحه بولد وكمان هيجيب لك هو مكانه فين من التوتال يعني انت عندك كتاب فيه 20 صفحة يقول لك دي خد بالك انت في صفحة 22 يكتب لك كده 2 شرطة 20 2 من 20 تمام يبقى بولد نمبر اوف او اند توتال نمبرز الرقم الاجمالي بتاع الصفحات يعرضه في كل صفحة طبعا مش محتاجين ناكد على ان البيج نمبرنج دي بيتضاف سواء في راس او في ذيل الصفحه في الهيدر او في الفوتر في كل صفحه في كل الصفحات او طبعا في الصفحات انت بتحددها بس الفكره ان انت حاجه بتتكرر كل صفحه كده يعني زي ترقيم الكتب البرايل احنا بنقراها ده بيج نمبرنج متضاف في كل صفحه من الصفحات بشكل متتالي Bold numbers, two not selected, bold page number and total number of pages, 7 of 25. ده برضو نفس الكلام بس محاذاة في الوسط. Bold numbers, three not selected, bold page number and total number of pages, 8 of 25. محاذاة في اليمين نفس التنسيق. Plain number grouping, brackets one, not selected, center brackets, number. Brackets, الرقم بس حواليه ايه؟ حواليه اقواس.
brackets 2 not selected centered number enclosed in brackets وهنا centered اقواس بس في الوسط dots not selected centered number under accent dots 11 dots hot large italics 1 not selected large italics large italics الخط بتاع الارقام يبقى كبير ومائل italic large italics 2 not selected large italicized number وهنا نفس الكلام بس برضه في الوسط هنا باي اختصار اي ترقيم بتلاقي نفس الحاجة نفس المحتوى بيكون اختلاف بس في المحاذاة في الالاينمنت اول واحد بيبقى دايما في الليفت اللي بعده في الوسط اللي بعده في اليمين Roman 1 not selected Roman Roman الترقيم الروماني او اللاتيني Roman 2 not selected Roman numeral with نفس الكلام برضه اختلاف المحاذاة Roman 3 not selected tilt not selected center vertical line not selected number with vertical accent line 18 of 20 vertical outline 1 not selected اشكال برضه من vertical outline very large shapes grouping very large very large ارقام كبيرة جدا with shapes grouping with shapes تقدر تضيف ارقام مع اشكال كمان زيادة rounded rectangle 1 not selected rounded rectangle الارقام حواليها زي زوايا كده اقواس برضه زوايا معينه rectangle to rounded rectangle rounded rectangle rounded rectangle more page numbers from office.com وفي more page numbers for from office.com نفس الكلام اللي عملناه في التوب بيج نقدر نشوفه هنا في الباتوم اوف بيج لو انت عايز تضيف رقم يبقى تحت في اسفل الصفحه بتلاقي برضه في نفس الكلام احنا شرحنا ده page margins collapse alt a page margins لو انت عايز تضيف بقى الرقم يبقى فين من هامش الصفحه وده موضوع هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله علشان نتكلم فعليا عن الهواء current position هنا بقى المهم بالنسبه لي لو انت عايز تعمل ازاله لتقييم الصفحات عندك امكانيه هنا اللي ريموف page number page collapse وعندك امكانيه كمان لفورمات page number تنسيق متقدم شويه ل page number format dialog زي ايه number format combo box 1 2 3 4 عايز ترقم ازاي 1 2 3 ولا number format combo box 1 2 3 كيم عربي الف وفوق ولا الف ب الف وفوق كيم ولا اي بي سي عايز ترقم ازاي عايز ترقيم التلقاء ده يمشي ازاي tab include chapter number check box not check box include chapter number يعني تضمين الترقيم ده ارقام الفصول عايزها كمان تدخل في النسق اللي انت اخترته continue from previous section radio button check box يعني كمل من اول قسم وكده start okay but start at edit blank start at يبدا تقييم الصفحه الكام okay button cat okay. number format combo وكات document كده احنا خلصنا موضوع البيج نمبر موضوع بسيط ان شاء الله وسهل الناس تستفيد بيه في الرساله العلميه وان شاء الله المحاضره الجايه هنقفل بقى الملفات كده بتاعتنا وناخد ازاي نطبع طبعا هتبقى اخر حاجه ازاي نطبع بس هنتكلم طبعا عن البحث العلمي بشكل موسع باذن الله في المحاضره هتبقى طويله شويه المحاضره اللي جايه استحملونا وشكرا وناخد الاسئله لو في اسئله